كمان واحد من نجوم النادي الاهلي الحقيقه محمد هاني اللي ببارك لك هاني، طبعا ادائك مميز ويمكن رغم الاصابه، يمكن اصابه صعبه جدا ويمكن الفتره اللي فاتت الحقيقه كان محمد هاني بيأدي اداء اكثر من رائع، يمكن لو احنا شايفين كدمه قويه جدا يا هاني. انا بحييك على رجولتك الاول وعلى ادائك وببارك لك على الفوز النهارده، كان واضح الاصرار الكبير وواضح ان انتوا عايزين تحققوا حاجه ورغبتكم كانت كبيره جدا، حابب تقولي لكل اللعيبه وعلى الفوز النهارده. الحمد لله طبعا كل حاجه، يعني اول حاجه بشكر الجهاز طبعا وبشكر اللعيبه جدا جدا جدا، اللعيبه كلها رجاله، احنا جايين من مصر عشان نصعد وعشان نكسب هنا كمان، فالحمد لله ربنا كرمنا تعادلنا بس كان نفسنا نكسب، بس الحمد لله صعدنا وصعدنا بشكل مميز. اللعيبه النهارده كلها كانت رجاله، بغض النظر ممكن يبقى في حاجات بس الحمد لله احنا هو ده اللي احنا عايزينه من الماتش، ان احنا الحمد لله احنا نصعد ونقفل القصه دي دلوقتي عندنا، يعني النهارده هنتبسط ونفرح على المجهود اللي حصل يعني من اللعيبه كلها، ان شاء الله بكره هنقفل القصه دي، عندنا رايحين مهمه تانية، ماتش السوبر الافريقي بقاله فتره كبيره ما خدناهاش، ان شاء الله ده الهدف اللي احنا باصين له بقى دلوقتي، ان احنا نكسب البطوله دي، بطوله غاليه علينا وان شاء الله نحقق حاجه كويسه، ودايما احنا رجاله الحمد لله اللعيبه كلها رجاله. انا عارف ان انتوا كان تركيزكم كبير ورغبتكم كبيره في الفوز، لكن شايف وجود الكابتن محمود الخطيب ورسالته الدائمه ليكم يا هاني، شايف ده اداكم حافز اكبر من الحافز اللي عندكم كمان؟ طبعا يعني بشكر طبعا الكابتن الخطيب ومجلس الاداره طبعا اللي بيجوا معانا وبيتعبوا في السفريات، سفريات افريقيا دي وبيدعمونا، ده طبعا بيدينا احنا حافز ان احنا ننزل نموت نفسنا في الملعب وننزل نجيب اقصى حاجه، ما حدش بيفكر في نفسه كله بيفكر في الفرقه، احنا كل كلامنا كده حتى يعني قبل الماتش ان كله يا جماعه يفكر في الفرقه، ما حدش يفكر في نفسه، كله يجيب اخره وخلاص، اللي بيتعب يرفع ايده ما فيش مشكله، في حد هينزل ينزل مكانه، الحمد لله ربنا كرمنا كرم واسع يعني الحمد لله. حبيبي ربنا يخليك، مبارك من جديد اكيد لمحمد هاني، بنقول له الف سلامه على الاصابه، يا رب ان شاء الله القادم يكون افضل للنادي الاهلي واستمر النادي الاهلي برغبته وشخصيته، وان شاء الله البطوله العاشره تكون في دولاب بطولات النادي الاهلي. عوده ليك من جديد يا كابتن ايمن، لكن مستمرين معاك ولحظه فرحه النادي الاهلي عقب الفوز عقب التعادل على فريق سان داونز، عوده ليك من جديد يا كابتن ايمن.